بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في منزل بورقيبة. فاجأتوني بالسؤال هذا. اليوم نحن هنا بدينا في الخيمة هذه من منتج المستهلك، ونحن هذه نعملوا فيها وزارة العادة في منزل بورقيبة، مش هذه المرة الأولى، هذه ثالث سنة، وبقدرة ربي نحن نخموا في المواطن وفي مواطنين منزل بورقيبة وحتى المتساكنين المتجاورة لمدينة منزل بورقيبة باش يجوا للسوق هذايا. ونحن إن شاء الله بقدرة ربي باش نعملوا أسوام اللي هي باش تعدل الأسواق اللي بجنبنا، وباش يكون هو هنا في الخيمة هذايا السوم هو أقل من الأسوام المتعامل به معناها في الأسواق الأخرى. إيه ما كان ما جاتش حاجة مباركة ومباركوها ما نعملوهاش، نحن باش نحرصوا نحن عليها باش تكون معناها الأسعار نتاعها أكثر أقل من المتواجد به. ونحن الخيمة هذه باش يكون فيها فاري وتكون متنوعة، باش يكون فيها الحوت، باش يكون فيها اللحم، باش يكون فيها الغلة، باش يكون فيها الفخار، باش يكون فيها معناها باش تكون كي تجي الخيمة هنا مش باش تلقى كان الخضرة والغلة، لا باش تجي باش تلقى معناها فيه كي تدخل الخيمة تنجم تقضي عشاك ولا سحورك. هي نورمالمون للفلاحين بركة، ما عندناش عندنا فلاحين. وين هما الفلاحين؟ الفلاح ولا يبيع معناها في القضية نتاعو كان السلعة نتاعو ولا اللي ينتجوا يبيعوا على عين المكان. أما ثم تجار كبار اللي هما باش يشاركوا معنا اللي هما قاعدين يخضروا في السلعة ويجيبوا فيها ويدوروا بها من الأسواق، ونحن باش ناخذوا من عندهم هما. والشرط الوحيد اللي عندنا نحن هنا موجود هو السوم، حاشتنا بالسوم معناها بالسوم نتاع المنتوج. المنتوج اللي باش يكون موجود في الغلة في الخيمة باش يكون أقل سوم، سواء في اللحم سواء في الدجاج سواء معناها في الخضر والغلاء. نحن هنا نواجهوا فيه بالخيمة باش نواجهوه. يجا الخيمة أنت وقارن الأسوام الأخرين، يمكن عظمها مراقبة ومش مقصرة هي وزارة التجارة المتمثلة معناها في المدير الجاوي سي سامي البجاوي، معناها قاعد قائم بالواجب نتاعه وباللي معاه، ونحن هنا واقفين وبقدرة ربي كي نروح حاجة نحن نمثلوا الدولة. راهي معناها الخيمة هذه مش نتاع واحد خواص، فهمنا أنت صاهر عليها تو كيما تشوف تو مع تمد، وثم هاكي اللي معانا معناها نواب مجلس المحلي زوز والناطق الرسمي باسم الاتحاد الصناعة والتجارة، ونحن هنا صاهرين عليها بقدرة ربي معناها باش ننجحها وإن شاء الله تنجح كما العادة. في الخيمة أقل من التسعيرة اللي عملتها الدولة، أقل من التسعيرة اللي عملتها الدولة. ونحن كنا تو باتصال مع برشا تجار اللي بيعوا في الدجاج واللي بيعوا في اللحم، وكنا تو كانت عندنا معاهم جلسة باش نبيعوا في الخيمة لهنا، وهذايا وعد وشرط وتنجموا تجوا تتبعوه أنتم وقت تحل الخيمة باش تلقى اللحم أرخص من اللي مسعره والدجاج أقل من المسعرات الدولة. باش تكون متوفرة، علاش باش تكون متوفرة؟ خاطر اللي جاوا للخيمة اخترناهم، مش اللي يجي، اخترنا عباد اللي عندها السلعة واللي عندها السلعة سلعة سلعة زادة. معناها محضرة رواحة للخيمة تربي نهار واحد رمضان، أول رمضان تكون محلولة. ونحن هنا متواجدين ونحن بيتنا تو سيد الوالي يمكن هذه ثالث زيارة يجي تو لهنا فجأة يجي باش يواكب معناها وين وصلنا في الخيمة هذه. تو ثلاثة مرات البارح بركة في الليل نحن قاعدين لهنا هو فجأنا، واليوم الصباح وكل مرة هو طلع علينا وحارس عليها باش تكون هي موجود. أكيد المجلس المحلي هو تو موجود وتوا ما كتعرف الاخوين كل متحمسين، هو فما شراكه ما كتعرف العمل هذايا ما ينجح كلمه تبدا فما شراكه، فما شراكه بين اتحاد صناعه وتجاره وبين المجلس المحلي بين البلديه، مساهمه كبيره من البلديه سناء اول مره معناها تساهم مبلغ معناها محترم. المعتمديه ممثله سيد معتمد كل يوم ساهر معناها على الخيمه هذايا، فما زياره كبيره قايم بها سيد الوالي كل يوم معناها ويراقب في العمل هذايا باش يكون موجود. هو ما كتعرف هذه السياسه نتاع دوله، احنا نحبوا نحميوا المواطنين نتاعنا، والمواطنين نتاعنا يوليوا ينجموا يقارنوا بين الاسعار اللي تصير لهنا في الخيمه وبين الاسعار اللي موجوده معناها في الاسواق، باش ما يصيرش المضاربه وما تصيرش الاحتكار وما تصيرش نستغلوا معناها في الوقت هذا ما يلزمش. نحن الناس كلنا نعرفوا الظرف، وذي الخيمه معناها نحبوا زاد اصحاب الحاجات الخصوصيه والناس الزواول او كذا على الاقل يجيو لهنا يتمتعوا باسعار ممتازه، خاطر نحن الاسم نتاعها هي الاسعار من المنتج المستهلك، ماهيش من المنتج المستهلك. هذه بادره قامت بها مدينه منزل بورقيبه عندها تو تقريبا 3 سنوات، وان شاء الله باش تكون ناجحه، اسعار باش تكون معناها تفاضليه واسعار معناها ممتازه غير قابله للمنافسه. هذه باش يقع بها تعديل الاسواق، هذه هي الغايه، باش نحبوا نعدلوا السوق باش الناس كل تولي عندها نظره وينجم يقارن بين اللي موجود لهنا وبين اللي موجود عندنا في الاسواق. هو الحاجة الباهية اللي كونه في
نحن كما قلت لك العمل الكل تشاركي، حتى التضامن الاجتماعي موجودة ممثلة لهنا زادة معانا باش تكون هي، خاطر فما مساهمات عندنا، فما ناس عاملة مساهمات في الخيمة هذه. من المساهمات اللي نحن باش نعملوهم عاملين، فما ناس اللي عاملين ذوي الحاجات الخصوصية عاملين لهم قفاف باش يهزوهم من هنا من الخيمة باش يهزوهم جراتوية هما لديارهم باش يحاولوا نجيبه. كما نحن عندنا شوية ناس عندها ظروف خاصة باش نخدموا له ماكسيموم عباد باش ينجموا على الأقل يجيبوا ظروفهم في رمضان.